السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنلعب كلاش رويال، وهنضيف المجموعة اللي احنا عملناها قبل كده، هنضيف الهيكل العظمية عشان دي بتبقى خيار جامد يعني بتفتح طريق للجيش بتاعنا. تمام، اول حاجة انا بعملها انا بحب استنى اللي هو ينزل الجيش بتاعه، لو مستناش انا بعمل خيارين، يا اما اضيف العملاق يا اما بحط صندوق الغلاء. في الحالة دي طبعا انا هضيف صندوق الغلهان عشان اعرف الجيش اللي هو عبارة عن ايه، هو هينزل ايه زي ما احنا شايفين. اوكي، نزل العملاق والفركة، وهنحط طبعا المنيو عشان هو طبعا حط جيش ارضي، وطبعا المنيو يعني يعتبر جيش جوي. وبعد كده ونزل كده الهيكل العظمية، واحنا نزلنا البيكا. طبعا الهيكل العظمية الدمج بتاعها جامد جدا، مع ان هي بتموت بضربة بس هي فعلا يعني دمج يعتبر برضو من الجنود العالية. هنحط العملاق بتاعنا دلوقتي، هنحطه في اخر المنطقة طبعا. عشان انا بعمل الحركة دي ليه؟ عشان طبعا انا بستنى هو يشوف هينزل الجيش ولا لا، والاكسير برضو هخليه يتشحن شوية واديني شوية وقت. وبعد كده نزلت الغلان وراه على طول طبعا، وكده حط الفارس بعد كده وحط عملاق، بعد كده حطينا المنيو بتاعنا من ورا عشان هو طبعا الجيش الارضي. ونزلت برضو البيكا من ناحية اليمين، طبعا هو دلوقتي ملتهي في ناحية الشمال، ونزلت وراها الهيكل العظمي عشان اقدر افتح طريق. زي ما احنا شايفين هو الحركة دي يعني هتخسرني حاجة، بس احنا شايفين احنا كده برضو فوزنا، يعني احنا خسرنا حاجة اللي احنا فتحنا طريق وعملنا دامج، يعني احنا عملنا حاجتين، عملنا دامج جامد وفتحنا الطريق برضو، واحنا عاملين دامج اكتر. يعني هنا باللعبة اللي انت تعمل دامج اكتر، يعني حتى لو دمر تاون ودمر تاون اهم حاجة الدمج. تمام، ونزلنا ناحية اليمين. اهم حاجة اللي انا بعملها بحط الحاجة في اخر حاجة، يعني بخلي التاور تضرب دفاع الخصم جنود الخصم، وبحط اللي هو يعمل له كفر. اهم حاجة احسن كفر في اللعبة دي من وجهة نظري لغاية دلوقتي هو صندوق الغلاف. ونزلنا كده الهياكل العظمية عشان نفتح طريق. طبعا انا برضه حاطط نفس الهياكل العظمية. دلوقتي حطينا المنيو بتاعنا، بنحمي الناحية الشمال بتاعتنا وما تتدمرش. تمام، وكده بيحاول دلوقتي يجي من ناحية اليمين. نزلنا العملاق عشان نضرب ناحية الشمال، وهننزل برضه صندوق الغلان عشان يعمل كفر، حطيناه في النص عشان نخلي العملاق يروح عليه ويدينا برضه كفر للتاور بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده احنا متغلبين عليه باتنين، وهو دمر بس دفاع واحد، ويعتبر برضو الدفاع يعني دمه يعتبر اكتر من 50%. ودلوقتي برضو كده الوقت يعني كده مش هيخلينا نضرب التلاتة، بس لغاية دوت احنا فايزين، ونعمل برضو دفاع. طالما احنا فايزين نعمل دفاع، يعني مش هنقدر نغامر برضو، خلينا نكسب عشان لو حصل اي حاجة. تمام، وكده انتهت المباراة. لو في اي حاجة اكتبوا تعليق، واستنوا جديد ان شاء الله.